كوكو ليفي، هلاي، ان شاء الله تكونوا قاع بخير. اليوم قررت انه نجرب وصفة فازو اللي هي تاع لي كيش. بين سو هنا عندي لي ميني كيش وهنا عندي الميديوم كيش. كوم ويف مي نوريكم الريسيبي. هاي جايز، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا قاع بخير. اليوم جبنا لكم ريسيبي بزاف هايله وبزاف سهله وبيان سو تسحقوها لرمضان، اللي هي ميني كيش. محنا راح ندير لكم 3 تايبس. فازو فاهمه واش معناتها 3 تايبس؟ راح ندير لكم 3 انواع اللي هما برونز، تونا، تشيكن، كروفيت، طون، و بيان سور البولي. 3 سيبريت كيش. فوالا. واش تاني كلونا؟ بيان سور دي غير بي ديفرنس، ما حيكونوا كاع ديفيرون، مي كاين حاجه وحده نسحقوها بكل شيء، هي بيشاميل اللي تلقاوها في لاكارات ديجا بيان سور. فوالا، تحقوا قالت لكم لا بيشاميل، والبيشاميل الوصفه تلقاوها في القناه ديالي. ايوه هذه هي. تسمى نبداو بالكيش تاع الطون. نسحقوا بيان سور الطون، الاونيونز راح ندير بالريد اونيونز و ريد بيبرز. هادو ما باكوش حسن هادو ما، وبيان سو بلي زيبيس هو ملح وفلفل كحل وشويه بابريكا. فوالا، قالت لكم بالنسبه لي ميني كيش تاع الطون راح تستعمل غير الطون، وتستعمل واحد حبه صغيره تاع البصل هكذا، واختارت اللون الاحمر يكون هو شويه حلو، واختارت ودارت ثاني نص حبه تاع الفلفل هكذا ثاني حمراء وقطعتها بهذه الطريقه. لي زيبيس قالت لكم ملح، فلفل كحل، وشويه تاع بابريكا اللي هي فلفل حلو. فوالا اوكي. و بور الكيش تاع الكروفيت نسحقوا بيان سو الكروفيت، نسحقوا البصل، ونسحقوا سبينيتش. فوالا، وتوجور تستعملي الفرماج. نورمالمون الفرماج كاع اللي هم كاع يديك تستعملي الفرماج، عنصر اساسي لكاع لي ميني كيش. بون، قالت لكم لي كيش تاع الكروفيت تحقوا دي كروفيت هكذا، ما تحقوش بزاف، 100 غرام يكفوكم، تقدروا تقطعوهم الا كانوا كبار. تحقوا حبه بصل تقطعوها بهالطريقه، وتحقوا السلق اللي هو لي زيبيناغ. فوالا، وكيما قلت لكم الفرماج هذه هي، ولي زيبيس لونا ملح، فلفل الكحل، شويه تاع الثوم، بارسلي، مادنوس يكونساش، و تشيلي. التشيلي هذا اللي حاب يستعملو باسكو ديجا كاين هكذا راح تستعملو، هي تموت على الحار. دي بيان سو نسحقو التشيكن مع الماشرومز والبصل مع الملح وفلفل الكحل. فوالا، بالنسبه تاع الدجاج تسحقوا البولي، تسحقوا شامبينيون تقطعوه بهذه الطريقه رقيق، وتسحقوا بيان سور البصل وملح وفلفل الكحل. واش زيدي معاهم؟ هذا بارسلي شويه ومعدنوس يكون يابس. هذا ساش، تبعوها في الطريقه. كيديري لونا؟ هاديك بيشاميل. تسمى راح ندير 500 غرام تاع فلاور. راح ندير كيش موين و ميني. هذيك هي. يعني انت تستعملو 500 غرام. ديرو لها الملح. تقدرو مغرف كبيرة ديرو لها الملح. ديرو الزبدة. الزبدة يا زبدة. فوالا. كملو قدام. دوكا يبدا تبساس. دخلوها مليح. هذه هي. فوالا، خذوا راحتكم كاع وانتم تبسوا فيها لاباط بريزي. يطلع واحد اللون الزبده يا يما. فوالا، لونا ديسيدات تبدل البول كبير على هذا. هذا جا صغير. فوالا. واش نزيد لك؟ زيد الما بليز. اشلي يحكى الما شحال ديري؟ 8 مغارف. 8 مغارف تاع الماكله. دوكا زدي لي البيض. زوج حب البيض شحال؟ زوج حبات تاع صفار البيض. زوج حبات تاع صفار البيض. نلمو لاباط ما نعجنوهاش، نلموها كوم سا. فازو ما فضلت ديرها بزاف مليح هنا، مثلا نتعلمو.
ماتنون دوك نحطوها فوق الطابلو ونبداو لازم نلموها نبسوها غير شويه. واش رايك تازوم؟ عندك هي على يد الشرح قلت لها غير ستاكلها والو. دوك لميها وحطيها في بابي في الفويل. الله لموها هكدا كومسا نحكمو فويلنا هكدا بابي سيلو فان وتغطوها وتخلوها نص ساعة في البراد في الجدار. فوالا فوالا بعد ما ريحت لافا ديالنا بيان بيان في الكوفريجيدار نحوها فوق الطابلة هكداك وباسكو كبيرة نحطها هي ونعاود نعاود نغلفها until I need it. باش راح تبداي؟ راح تبداي بالميني ولا بلا؟ نبدا بالميني معاليك صح. Very soft. Okay. Voilà, je suis à farine, maintenant. Voilà. Ça. La tique, c'est une petite. بعد ما حلينا لاباط ديالنا نحكمو المول ديالنا الصغير نفتحو هكدا نحطو المول هدايا خمسة يكم الله الله سما just gotta be patient with it you know. فوالا ايوا هكدا الحباب خدمت وحده بلا بيكم بصح معليش دوك نبينكم كيفاش خدمت هاديا. هاكدا الحباب ثم ندخلوا لاباط هاكدا كومسا نخدموا هاكدا بيان بعد تيك يعبزو عليه كوتي هكدا يعبزو عليها هو اهم شيء. ما شاء الله عليك لونا كي جاتك هكدا الله الله شوفو كي جاتك هكدا شويه خشينه من البن من لي كوتي وتكون مبسه مليح يعني انت اوتوماتيكمون تخرج لكم تهبل. شوف واحد عبزو عليها شويه باسكو كي طيب شغل تحبط شويه لاباط. قولي لهم بلي حنا لاباط ما نطيبوهاش وحنا ما نطيبوهاش. كاين اللي يحبوا يطيبوها وكاين ما يحبوش بصح حنا ما نحبش نطيبها قبل. فوالا ندير لها شي طقادي هكدا فوالا ما شاء الله. نزيدو نكملو البقية وبالك نزيدو نوريكم واحدة أخرى كيفاش نخدموهم ونرجعو ليكم. فوالا الحباب حطيت شوية زيت الزيتون هذا في المقلة ديالي وغنحط شوية ماشي كومبلين غنحط شوية البصل كومسا صح ديري اللول صح ديري اللولة في الكوبات. فوالا هاو شوفو كيفاش تقلى البصل ديالنا. دوكا نمول السبينيتش طيب الحباب بعد ما تقلاو البصل والسبينيتش ديالنا نمول دوكا الكريبات مازالش يطيبو بزاف. و بيان سور لي زيبيز ديالنا هما الملح فلفل الحل شويه غارليك باودر هذه الثوم بودرة شويه تشيلي فليكس فازو بالطريقه ما حبتنيش نحط لها بابريكا خلينا بابريكا تخلطوهم مع بعض مده دقيقه هكذا ونحوهم. راح نحط البيشاميل حتى البيشاميل معاهم ما حطوش كيا بيان سوف كنت نتنساوش راح نديرو 3 ديفرنت تايب انواع فوالا الحباب نزيد لها شويه فرماج هكدا وطفي عليها انا من بعد طفي عليها سي بون وصارت جاهزه. الحباب نعاودو المفد نحكمو المقله ونحكمو نعمرو شويه زيت و الانيون تاعنا
يتقلى يتقلى فوالا فوالا حباب. بعد ما تقلاو البصل البصل شويه نحطوا المشرومز نحطوا الشامبينيون فوالا كي يتقلى البصل نحطوا الشامبينيون مع البصل والمشرومز تاعنا الشامبينيون نحطوا التشيكن بيرد فوالا مع البصل والشامبينيون اللي حطينا نزيدو نديرو الفولي تاعنا pour les épices, نستخدم الملح، فلفل الكحل، وشوية فارسلي. ما عنديش هذا ساش. هذا ساش. نحضر الحار. بعد ما تقلاو البصل والمشروم والتشيكن ديالنا، نزيدو نحطو البيشاميل. زوج. انا كان عينك مزيان زيد الخلطه شويه معدنوس مسش وبيان سور الفرماج يخلطوه مع بعضين ونخلطو كلش ونخلو كلش يذوب اوكي دوك هنطفو عليه again same method المقلاة والزيت كنسر ودوك هنحطو البصل كمسا ونخلو نتقلاو ومع تانيك بيت بابر ديالنا البصل والفلفل تحطهم يتقلاو ونحطو الملح بينسر فلفل الكحل بينسر غارليك ثوم شوية بابريكا بزاف اند فارسلي ما قلينا كل شيء ما بعد دوك نعملها شويه بشاميل ما راحش نكثر كيما درت مع الدجاج يعني في الدم فوالا الحباب بوغ الطون لازمنا زوج حبات بيض صغار هكداك ونديرو له الفرماج نخلطوهم بيان زين ونموها داخل وبيان سور نخلطو باب هذه هي الاولى حنا عملوها بالطون هكذا خمسه هكذا تمام دوكا نعملو هاد الزوج تاكلو ذات بيان سور كي طيب دوب بيان بيان متخافوش و هاد زوج دوكا نعملوهم بيان سور بالتشيكن بالدجاج نعملوهم بيان هما الميني كيش ديالنا the different types chicken, prawns, tuna هلا لي بنات لي كيش تاعنا تاع الدجاج تاع الكروفات وتاع الطون هلا البنات دوكا راح ندير الميني كيش هكدا باش راح ديريها هادية هادية كنديرها بالطون وكروفات بلا بلا فاص تاع الطون كروفات لا قادولك تجي مليحة فوالا الحباب هذه هي الميديوم كيش ديالنا هذه هكا تقبوها صم نحطو لا فورس ديالنا هكا
فوالا احباب، هذه هي دوك نشبها بشويه تشيلي اللي هكذا. طيب ما فوالا البنات، هذه هي لاكيش، دارتها تاع الطون تاع الكروفات. فوالا ديري دوكا. فوالا البنات غنطابو هكذا نورمالمون، راح نزيد لافورماج، راح ديري لافورماج باش يعطي شكل شباب مع الاخر. لاكيش تاعنا صارت جاهزين. فوالا الحباب، هادو هما الميني كيش ديالنا، بان سو الكيش كبيره. هادي هي ذيز ار ذا ريزولتس، ان شاء الله يعجبوكم. اي هوب يو لايك ذم. ويلكم. بعد ما شفتوا الريسيبي تاعي والميثود، اروحوا معايا نذوقوا. انا عجبتني هادي يا I won't lie, I'm just gonna bite it. بسم الله. فازو، لا بات ديالك is amazing والله. هادو هما ميني كيش تاع البرونز، تاع لي كروفات، تاع لي كروفات مع سبينيتش. ولا ما نعرف كيفاش سبينيتش. ايزي بينار، هادي هي. شوفوا مام الطياب كيفاش طابو، ما شاء الله. It's so juicy, لا بات so soft. اروح نوريكم كيفاش نقطع هادي هي. هادي تاعش، هادي تاع تشيكن. شوفوا كيفاش طاب بالدجاج، شوفوا لاباط، وبيان سو شوفوا كيفاش معسل. سي بيان كي ما تزيدوش بزاف بيشارميل بيان سو باش ما يوليش بزاف بزاف. مي شوفوا كيفاش لاباط بزاف هايله، شغل ها فتت وحدها. It's just so easy, cooked very well. طابت بزاف هايله يا الحباب يا ناس، بزاف بنينه. انا خديت تاع الطون باسكو نحب تاع الطون. هذه ولا كروفات؟ كروفات. لا كروفات ما تتفدد وحدها كيما يقولوا. What do you think? Honest. Indigenous. Merci, merci. Ou bien c'est encore que merci maman. Elle a de la recette le hayla qui sélectionne les doka. I can't wait for Ramadan. فوالا لونا، هيا نشوفو واش حكايتها لاكيش هادي. فوالا تتفتت وحدها يا لولو. ها شوف، voilà.